اهلا بيكم في فيديو تاني وفيديو مقارنه تاني. فيديو النهارده هنقارن دولس اند جابانا ذا وان تركيز الاي دي بي ادو بارفوم مع وحش الوحوش بنتلي فور مان انتينس. قبل ما نبتدي المقارنه، لو مش عامل سبسكرايب افعل واحده سبسكرايب واكتب لنا شوف انت عايز نعمل ريفيو على بارفان ايه، او ايه رايك في اللي انا بقوله ده بوجه عام، يعني سواء ايجابي او سلبي، يعني احب اسمع رايكم. نرجع تاني للفيديو، بنتلي انتنس فور مان ولا دولس اند جابانا ذا وان اي دي بي كبرفان شتوي؟ الاثنين برفانات شتويه، الاثنين ينفعوا طبعا في الشتاء، سواء انت ساكن في حته من المنطقه اللي الشتاء فيها جامد او الشتاء يعني يحتمل الاثنين ينفعوك. بس خلينا نتكلم بموضوعيه شويه. في فرق شاسع في السعر ما بين الاثنين، ده ب $30 ل 100 مللي، ده ب $85 لل 150 مللي. ال 80 ال 100 مللي اعتقد بيبقى في حوالي 60 $70، ففي تقريبا ده دبل سعر، يعني في فرق شاسع في الاسعار. تاني حاجة، تركيب ده مدرسة تانية خالص عن تركيب ده تركيبته ان مفيش حد بينزعج منه، كل الناس بتبقى يعني عايزة تحضنك، عايزة تقرب اكتر، عايزة تشم اكتر. هي من الروائح اللي هي ايه بتخليك تتساءل هو ايه ده. انما ده من نوع البرفانات اللي هو تحطه ويديك بالبوكس، ده يعني ما عندوش تهريج، هو فواح بزياده وقوي بزياده واوفر باورنج قوي قوي قوي. فعلى حسب ستايلك انت وعلى حسب اللي انت بتفضله، ده ممكن يبقى عامل مؤثر يعني. بالنسبه لي انا تركيبه ده بحبها بكتير قوي عن ده. انا ده ما بستخدموش كتير يعني في معظم الاحوال. انا عارف ان انا ماشي عكس التيار مع البنت الانتنس، انا شايف ان الناس كتير قوي بتشكر فيه وبتحبه. انا مش هقول عليه وحش، هو يستاهل طبعا كل حاجه، بس انا بالنسبه لي بالنسبه لذوقي انا يعني قوي بزياده قوي لدرجه ان هو احيانا ممكن يبقى مزعج. فانا ما بحبش اقرف اللي حواليا بالبرفان. البرفان ده المفروض ان هو حاجه انت بتحطها يعني كاكسسوري، ان انت لابس ومتشيك وكل حاجه، فالمفروض ريحتك تبقى كويسه، مش ان انت حاطط ان ريحتك تبقى مصدر ازعاج للي حواليك. يعني ده رأيي. في ناس تانية بتحب ان هي يعني تحط البرفان ان هو يعني يملى الأوضة ويقول للناس انا هو. هي مدارس في الأول وفي الآخر. الاتنين زي ما قلنا ينفعوا شتوي، ده تركيبته مدرسة مختلفة تماما عن ده. ده جلد ورم، يعني مشروب كحولي اسمه الرم، فتحس ان ريحة الجلد طاغية قوي عليه، تحس ان انت يعني جيمس بوند في نفسك مثلا. ده ريحته هادية بس رجالي طبعا، بس هاديه ومهش مزعجه ومهش مقرفه للناس. يعني انت لو قاعد في عربيه مثلا 4 ساعات 5 ساعات في مشوار طويل وحاطط ده، مفيش حد هينزعج تماما، الناس بالعكس هتبقى مبسوطه من الريحه دي. انما لو انت حاطط ده ونزلت مثلا قعدت في قطر او في مواصله او في عربيه، يعني هيبتدي ان هو هتعرف انا بتكلم عن ايه. بس طبعا عامل السعر بيخلي ده تفوق، ويمكن ناس كتير بتجيب ده بسبب عامل السعر. فهو في الاول وفي الاخر يعني كل واحد يشوف الميزانيه اللي هو عايز يحطها قد ايه. جرب الاثنين، يمكن انت معاك عندك القدره ان انت تشتري ده وتعجبك ده اكتر، انت حر، يا اذواق. بس نصيحتي يعني اللي عايز يشتري ده جربه قبل ما تجيبه، يعني ما تجيبوش كده وانت مغمض. يعني جربه لان هو ممكن ما يبقاش مناسب لذوقك. و بس هو ده يعني الإجابة الوافية للسؤال ده، ده ولا ده. أنا بالنسبة لي ده، بس هو ده مش رأي ملزم ولا يجبر حد إن هو يجيبه ولا حاجة. أنا بقول رأيي من وجهة نظر أنا، ومن وجهة نظر اللي حواليا اللي بيدوني فيدباك عن اللي أنا البرفان اللي أنا بستخدمه ده، هو اللي بالنسبة لي يعني اللي إداني إطراءات أكتر من ده، لأن ده يعني بيبقى خانق الناس أوي. بس كده.